ميل 6 اوردر ساعات عشان ايه؟ لا فاحنا زي ما بنقول كده النهارده هنعمل على الراديو ريفيجن للنقط المهمه قوي اللي تهمنا ك اندر جرادويت وك جي بي. الميل 6 اوردر يا جماعه طبعا البرايمري 6 اوردر هي التستيس وعندنا بقى اكسسوري 6 اوردر اللي هم عباره عن الابيدمس الباز ديفرنس السيمينال فيزيكالز البروستيت الايجاكيات بقى اند ذا ميل يوريس. نبتدي الاول التستس. التستس ده يا جماعه عباره عن ايه؟ كل واحد يعمل ايديك ده اول دي التستس بتاعتك اوفال استراكشر. الاوفال استراكشر ده اللي هو البرايمري 6 اورجان ده عباره عن ميكسد جلاند. ميكسد جلاند يعني اندو كراينال طبعا اكيد تفرز التستوستيرون والاستروجين واكسو كراينال اكيد بتفرز وبتكون السبيرمز. الاوفر استراكشر ده هو موجود فين؟ سبحان الله الخلايا العظيم ربنا حاطط تيستس بره الجسم في كيس معمول لها اسمه السكروتم. هل يا ترى درجه حراره السكروتم زي بقيه الجسم؟ ما هي دي حكمه ربنا ان ربنا رمى الخصيه بره الجسم في السكروتم ده هو. لان يا جماعه حراره الجسم زي ما انتم عارفين الطبيعي 37 ديجري. الاوبتيمم تمبريتشر فور سبيرماتوجينيسيس بتكون 35.5 ديجري بتكون 35.5. فلازم عايزين نحط الخصيه في حته حرارتها اقل من حراره الجسم وعشان كده هو ربنا راح رمي لك الخصيه دي في الكيس اللي اسمه سكروتم عشان نعمل اوبتيمم تمبريتشر للسبيرماتوجينيسيس. طبعا على فكره التمبريتشر انسايد السكروتوم لو عالي عن كده بقى 36 و37 ويمكن يعلى عن كده كمان فهي مرض اسمه فاريكوسيل. فاريكوسيل دي فاريكوس فين؟ مليانه دم والدم سخن فممكن كده هو التمبريتشر بتاعت السكروتوم تعلى. دي على فكره ممكن تجيب لك استريليتي لو بايلاترال. يعني زي ما انتم عارفين على فكره انت ممكن تعيش بخصية واحده كومبليتلي نورمال واخلف ومفيش مشاكل لكن لو المرض بيبقى بايلاترال ويأثر على الخصيتين ممكن يجيب لك استيريليتي. فطبعا يا جماعه سبحان الله الخلاء العظيم ربنا حاطط لنا كل خصيه في كومبارتمنت من السكروتم والكومبارتمنت من السكروتم ده هي التمبريتشر فيها اقل من حراره الجسم اللي هو 35.5 سنتيجريد. نبص يا جماعه الخصيه بتاعتنا بقى لو انا جيت بصيت ده هو على شكلها وحجمها هي اوفال ان شيب. الاوفال ان شيب ده هي مقاييسها ايه؟ 2 في 1 في 1 انش يعني طولها 2 انش عرضها تخنها كل واحد فيهم 1 انش هي 2 في 1 في 1 انش. يقال ان هي كل خصيه تقريبا بتوزن من 10 تو 15 جرام والخصيه الاوفر بقى بتاعتها اللي هي بتتوصف اهي دي الخصيه على فكره اليمين بتاعتي اللي هي 2 بولز. اكيد البول اللي فوق ده اسمه ايه؟ ابر. واللي تحت ده لور بول. اللي هي 2 بولز ابر ولور ودول على فكره طبعا ريليتد للاورجن اللي جاي نايم من هون كده ورانا اللي اسمه الابيديدنس. الابر بول بيكون ريليتد للهيب اوف ابيديدنس بينما اللور بول بيكون ريليتد للتيل اوف ابيديدنس. نبص يا جماعه
التست سكان بتاعتنا ده منظر كده اهو جانبي اهو الفاسيا بتاعتي اليمين ليها ابر بول ريتج للهيب وفي ويدنس ولور بول ريتج للتيل وفي ويدنس. التست يا جماعه ليها تو بوردرز انتيرو بوردر ودي متغطيه بكيس نايلون سيرا ساك اسمه تيونيكا فاجينالس وليها بوستير بوردر. البوستير بوردر ده وان بارشالي كفر وذ تيونيكا فاجينالس و البوستير بوردر ده وان ريليتد لايه؟ البوستير بوردر اهو بتاع دي الخاصه اليمين بتاعتي على اللاترال اسبكت اوف ذا بوستير بوردر في الاخر اللي هو الابيديدمس و على الميديال اسبكت اوف ذا بوستير بوردر طالع الاخ ده الاخ ده يا جماعه اللي طالع من التيل اوف ابيديدمس اللي اسمه الباس ديفرنس. فالبوستير بوردر ليها تو ريليشنز مهمين جدا جدا على اللاترال اسبكت بتاعها في الابيديدمس وعلى الميديال اسبكت بتاعها اسندنج ذا باس ديفرنس. التست بتاعتنا يا جماعه ليها كام سيرفيس؟ سيرفيس تحت الميدل لاين يبقى اسمه ميديال سيرفيس وسيرفيس بعيد عن الميدل لاين يبقى لاترال سيرفيس. يبقى اذا احنا عندنا تو بولز تو بوردرز تو سيرفيسز. يا ترى ايه الكفرنجز اوف ذا تيست؟ الكفرنجز اوف ذا تيست تسعه ثلاثه خاصين بيها ثلاثة زيها زي الاسكرمات كورب وثلاثة اسكن. فين دول بقى؟ نبص بقى يا جماعة التستس زي ما انتم شايفين لونها أولا أبيض. هي أبيض ليه؟ عشان في فايبرس شيس فايبرس كبسول لونه أبيض محوط الخصيه بيتقال عليه تيونيكا بالمناسبه كلمه تيونيكا يعني كفر فده الكفر بتاع التست وبيبقى لونه ابيض يعني البا بيتقال عليها تيونيكا البوجينيا. فالتيونيكا البوجينيا دي ده الكفر الابيض اهو اللي على الخصيه متحوط الكفر الابيض اللي على الخصيه ده هو بقى بكيس نايلون سيرا ساك اسمه تيونيكا فاجينالس. ده منظر جانبي للتستس منظر جانبي بقى الخزه دي الشمال بتاعتي دي التستس والتستس برانت السيولينا واللي قدام ده كيس النايلون اللي اسمه تيونيكا فاجينالس. التيونيكا فاجينالس دي يا جماعه زي اي سيرس عباره عن كام لاير هتكون تو لايرز زيها زي الدوره زي البريتونيم وبيني وبينكم التونيكا فاجينالس دي جزء من البريتونيم. نبص ليه يا جماعه التونيكا فاجينالس دي ليها لاير بتكون لازقه على التستس لازقه على التستس على التيونيكا البوجينيا بيتقال عليها فيسرال لاير وفي لاير مبطله للسروطم من جوه اللير اللي بطلنا الصوت من جوه دي يبقى اسمها بارايتال لير. في الكات سيكشن اللي تحت ده اللي انا عنده منطقه التستس والكفر بتاعتها ادي التستس اهي لازم على التيونيكا البوجينيا على الخصيه مباشره الطبقه دي اللي اسمها فيسرا لير وراح يتعمل ريفليكشن ايه باللير دي اللي مبطله بقى السروتم اللي اسمها بارايتال لير. نبص ليه يا جماعه لاترال على اللاترال اسبكت على اللاترال اسبكت التيونيكا فاجينالس بتخش هنا هو بتخش هنا هو بارشل تفصل ما بين التستس والابيديمس الحته دي كده هو ريسيست اهي من التيونيكا فاجينالس الدخلت نفسها وحشرت نفسها ما بين التستس والابيديمس بيطلق عليها الساينس اوف ابيديمس.
الريسس اللي داخل كده هو شويه يفصل ما بين التستس والديدمس، ده اسمه ساينس اوف ابيديدمس. الصراحه تيوبنج فاجينالز دي عشان نفهمها كويس ونفهم اللي هينتج برضه حاجه منها كده هو في الاسمامات فور، عايزين نفتكر الامبريولوجي بتاع التيوبنج فاجينالز. التيوبنج فاجينالز دي جت منين؟ خدتوها في الامبريولوجي؟ طبعا زي ما انتوا عارفين يا جماعه اثناء الديسند من بتاع التستس، اثناء الديسند من التستس من اللامبر ريجون للبوتوم سكروت كان في فولد اوبرتونيوم مدلدله في البوتوم سكروت. الفولد اوبرتونيوم يا جماعه اللي مدلدله في البوتوم سكروت دي اسمها بروسيسس فاجينالس. خدتوها كلكم ولا لا؟ عارفينها كلكم؟ انتوا خدتوا الايدروجي بتاع الميل جينيتال سيستم؟ فاثناء السن يا جماعه في تستس في فولد اوبرتونيوم بتنزل لحد البوتوم سكروتوم بيتقال عليها بروسيسس فاجينالس. في معاكم عندكم قلم سبوره ممكن اسمها كده في حاجه بسرعه اهو مش مشكله. نواصل يا جماعه البروسيسس فاجينالس دي التستس بتنزل وراه يعني كده كيس النايلون، هتقول لك كيس النايلون كده يا جماعه اي كيس نايلون فين البروسيس فاجينالز؟ مفيش حد معاه كيس للاسف. كنت قلت لكم كل كيس نايلون هنا دايما معاك.
راحت نازله ونزلت بالحاجات دي كلها معاها للبوتوم اوف ذا سكروم. بعد يا جماعه ما شفنا التيسس نيجي بقى للاكسسوري 6 اورجانز. ده واحد فيهم الكومن شيب ستراكشر عامل زي الكومن لانه تخيل من فوق ورفع من تحت. الكومن شيب ستراكشر ده زي الخليل ايدي ديدمس اللي بيتكون من ثلاث اجزاء: جزء كبير بيستدب هيد، جزء تحت خالص صغير تيل، وما بينهما اسمه البودي. وكنا اتفقنا الهيد اوف ديدمس ريليتد لمين؟ للابر بول اوف ذا تيستس، بينما التيل ريليتد لمين؟ للور بول اوف ذا تيستس. فبص يا جماعه الديدمس عشان يبقى انا الرجال. الريلز ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيري نارو تيوبيول. تيوبيول واحد بس. بس بص التيوبيول عامل ازاي؟ كويلد بطريقه فظيعه. ومتغلف كومباكت كده مع بعض كويلد التيوبيول دي بفايبر ستيشن. عارفين الكويلد تيوبيول دي بيقولوا مقسومه تقريبا قد ايه؟ 6 متر. بس صور بقى ربنا وقدرته عمل لها كويلنج وبقت المسافه دي قد ايه؟ 5 سم. هو البيدمس طوله 5 سم. بس الانبوبه اللي كويلد جوه وتشخص دي 6 متر. من التيل اوف ابيدمس هينطلق بقى الضغط اللي بعديه اللي اسمه الباث ديفرنس. قبل ما اسيب يا جماعه البيدمس دوت، البيدمس دوت يا جماعه ايه البلاد سبلاي بتاعه؟ نصه جاي من فوق ونصه جاي من تحت. النص اللي فوق ده تتوقع انه جاي منين؟ زي تيست تيست بلاد. ونص اللي تحت دون جاي مع الارتري اللي هنا اهو. الباص ده ماشي مع ارتري اسمه ارتري تو ذا باص. فهو الارتيريا سبلاي بتاعه النص اللي فوق زي اللي قبليه اللي هو ستيكلر زي تيستس، والنص اللي تحت زي اللي بعديه اللي هو ارتري تو ذا باص. الليمفاتيك درينج زي التيستس بارا اورتيك ليمفرا. فينوس درينج زي التيستس البامبيني فورم بليكسس. وتبتدي بقى رحله الباص عند التيل اوف ايفيدنس. الباص ده يا جماعه عباره عن كورد لايك ستراكشر. هتلاقوا في الهيستولوجي له فيري ثيك ماسكولار بول، له فيري نارو ليومن. طوله بيقدر تقريبا ب 45 سم. ايه الكورس بتاعه؟ ده اول جزء في الكورس بتاعه. طالع فين؟ فاكرين البوستير بوردر اوف ذا تيستس؟ كان لاترال ريليتد لمين؟ للابيدنس. طب مين تاني بقى؟ الاخ اللي طالع ده بقى. فيا جماعه هو الاول اسندين اهون على الميديا الاسفل اوف ذا بوستير بوردر اوف ذا تيستس. وهو طالع هيكون طالع كواحد من مكونات السبرماتيك كورد. بيني وبينك ده مش واحد من مكونات السبرماتيك كورد، ده اهم مكون ماشي في السبرماتيك كورد هو التستيكولار ارت. دول اهم حاجه. فطبعا هو طالع بقى في السبرماتيك كورد. حاجتين طالع لحد فين؟ حاجتين طالع ده كده منظر الكورس بتاعه، ده كده طالع في السكروتوم. لحد ما وصل الاكسترنال لينجوانا مع السبرمات كورد. هيروح ماشي في الانجوانا الكنافي لحد ما يطلع من الانجوانا الكنافي عند الخرم الشهير اللي اسمه الانترنال لينجوانا. بعد كده بقى دخل فين؟ دخل في منطقه البلبس حيث ينتهي فين بقى؟ ينتهي ورا الاخت دي بوستير 2 زي ما بنقول بيحصل له دايلاتيشن. دايلاتيشن اسمه
أمبولا أوف ذا باز. وبعد كده أمبولا أوف ذا باز هي بقى هتنتهي بإنها تتحد مع الضغط اللي جاي لها بالسيمينال فيسكل عشان يعملوا الضغط اللي اسمه الإيجاكيولاتوري ضغط. إيه الريليشن بتاعتك بقى؟ وهو طالع في الاسبرمات كور. وهو طالع في الاسبرمات كور طالع فين؟ عيان عنده فاريكوسيت. ما برضه دي جوه الاسبرمات كور، واحدة من مكونات الاسبرمات كور البامبيني فورم بلكس. فالبامبيني فورم بلكس ده بقى فيه فاريكوسيت وسعادتك داخل وهتشيلها. مش ممكن وانت بتشيلها بعون الله تشيل الباص معاك ويبقى خلاص فقدت الخصيه دي والفانكشن باظت وانت ويا حبذا بقى لو كانت الفاريكوسيت دي بايلاترال وانت عملتها بايلاترال الحكايه دي. انتهى مستقبل الراجل دون بستريت. فالباص فين؟ عشان القاعده المشهوره في الجراحه ابعد عن الشر وغني له. دايما يقول لك ساعه ما تخش كده وتفتح الكفرنج سبرمات فور وتلاقي الفاريكوسيت قدامك تروح ماسك الفاريكوسيت دي مقسمها لانتيرو جروب العب فيها وشيل زي ما انت عايز. وبوستيرو جروب اوعى تحط الديك عليها. ماشي فيها التستيكيولار ارتري والباص. فالباص على فكره السن في البوستيرو برضه في سبرماتيك كور، يعني سبرماتيك كور تخرج مثلا كده تكون هزت تقريبا نص بعض. فانت كده اول ما انت ايه بتفتح جواه تلعب زي ما انت عايز في الانتيرو برضه في سبرماتيك كور. البوستيرو برضه دوت في حاجات الخطر. تقطع التستيكيولار ارتري يجي جنجرين في التست. تفعل الباص يبقى خلاص ولا كان القصه دي موجوده لان السبيرمز طلع منها مش هتعرف توصل للايه للايجاكيوليشن. فهي خد بالك دي ريليشن مهمه في البوستيرور بار اوف ذا سبيرماتيك كور. بعد كده هو طلعنا في الاموال الكنال عادي جدا مع مين؟ مع السبيرماتيك كور ووصلت بقى للانترنال رينج حيث الريليشن الشهيره. ايه الريليشن الشهيره بقى؟ طبعا انتوا كبار قوي ومش محتاجين اقول لكم الرسمه ديت ازاي؟ عارفين ديت ازاي؟ انت تعالى واقعد جوه بطني وبص على الانتيرور دانو. فلو انت جيت قعدت في بطنه وهنا وبصيت على الانتيرور دانو يبقى الكلام العلمي ايه؟ المنظر ده البوستيرور سيرفيس اوف ذا انتيرور دانو. بأمانة في الأصفر ده كله الطبقة الداخلية من الأنتيريور جانور اللي هي مين؟ الفاشيا ترانسفيرسالس. ما يمكن بسرح بيه ما تجيبش الفاشيا ترانسفيرسالس. دي لازم الفاشيا ترانسفيرسالس لأن فيها الفورم دوت اللي اسمه إيه؟ الانترنال رينج. الانترنال رينج يا جماعة أول ما بيطلع الباص وضعه إيه بالنسبة للأرتري المشهورة المشهورة دوت؟ This is the famous artery اللي بيعمل لك الهاسل باس تراينجل اسمه ايه دوت؟ الانفيرو ايبيجاستريك ارتري. فالباص يا جماعه هو طالع من التنر رينج يكون لاترال للانفيرو ايبيجاستريك ارتري. ثم بنروح عامل كيرف ميديالي. عمل كيرف ميديالي وضعه ايه بقى بالنسبه للارتري؟ بوستيرو تو ذا ارتري. وبعد كده دخل بقى عمل كيرف في البلفس. عمل على كيرف على البلفس وول فروم لاترال تو ميديال. عامل كيرف على البيت كور فروم لاترال تو ميديال يعني كروسنج يمين للفيسز دي اللي هي الاصل بتاع الانفيرو جاستريك. الانفيرو جاستريك ده برانش من الاكسترنال ايليار فيسز. بعد كده في عندي يا جماعه الاوبليتريتد ديستال بارت اوف امبلايكال ارتري اللي بيعمل هذا الليجنم اللي اسمه الامبلايكال ليجنم. كنا زمان بنقول عليه لاترال امبلايك الليجمنت بس دلوقتي غيروا اسمه خلوه ميديا امبلايك الليجمنت لان هشوف حاجات ثانيه كده اهو. بعد ما عملنا كروسنج للميديا او اللاترال امبلايك الليجمنت حسب التسميه الجديده ولا حديث ايه ولا قديمه الاوبتيوريتور نيرف اند فيسلز رحت عامل لهم كروسنج ورحت عامل كروسنج لل مين ده اللي بيتفق بلاد كروسنج لليورتر عند الليفل اوف اسكيل سباين عشان اوصل على الباك اوف ذا بلادر حيث بقى عملنا اهو الوسعات اسمها الامبولا اللي بتتحد في الاخر مع الضغط اللي جايها من السيمينال فيزيكلز عشان تعمل ايجاكيولاتوري ضغط.
وصل يا جماعه الباس ديفرنس ده هو ايه الارتيال سبلاي بتاعه؟ ار تي تو ذا باس، وده جاي من هنا، جاي من هنا منين؟ من منطقه الجلادر. اللي بيغذي اللور بارت اوف الجلادر هو اللي بيغذي الباس. مين اللي بيغذي اللور بارت اوف الجلادر؟ ده اللي خدته في الرينر. برافو عليكم. الانفيرور فازايكل، هو في سوبر فازايكل مالهاش دعوه بيه، في فازايكل اللي بيغذي اللور بارت اوف الجلادر بيروح يطلع لك ارتيك تو ذا باس اللي يسحب الباس لحد الهيكل. ماشي؟ نبص يا جماعه ال فينوس درينج. الفينوس درينج بتاع الباص يا جماعه طبعا جوه السكروتر مع البامبيني فور بلكسس اكيد. وهو ماشي في الادوين بيصب في مين؟ بيصب في البينز اللي حوالين الرينال بلدر اللي اسمها بيري فازايكل فينوس بلكسس. ده يا جماعه بالنسبه للباص. تيجي لاختنا الحلوه الاموره دي. هي اوفال ستراكشر بس كويل جدا. اوفال كويل ستراكشر. الاوفال كويل ستراكشر دي اسمها سيمينال فيسكلز. السيمينال فيسكلز دي طبعا دايما في هيزيتيشن في الفانكشن بتاعتها. ايه الفانكشن بتاعتها يا جماعه؟ السيمينال فيسكلز دي بتفرز افرازات كتيره جدا 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 بتمثل معظم السيمن اللي انت بتخزنها. For nutrition of the sperms. في مش عارف ليه اعتقاد خاطئ عند معظم الطلبه وفي الهواء يقول لك دي اللي بتخزن الايه؟ السبيرمز لحين الايجاكوليشن. لا. الستورج اوف سبيرمز دي في الابيديدمس. الستورج اوف سبيرمز في الابيديدمس. لكن دي الافرازات اللي بتطلع مع الايجاكوليشن عشان تغذي السبيرمز. نبص يا جماعه مين ال سيمينال فيسكل دي ليها ابر اند بيكون بلايند مقفول اهو بيكون فين بالظبط؟ جاست بيلو الاخ الاخضر ده جاست بيلو الباز و اليورتر فجاست بيلو اللور اند اوف ذا اليورتر في عندنا الابر بلايند اند اللور اند بيبقى نارو عشان يعمل دك اوف سيمينال فيسكلز. الاتفاق ان هو هيتحد مع الباص عشان يعمل الايجاكولاتور. ايه الريليشن بتاع الامبولا اوف ذا باص والسيمينال فيسكلز؟ اه طبعا في واحد بينهم لاترال وواحد الثاني ميديال. طبعا السيمينال فيسكل لاترال والامبولا اوف ذا باص ميديال. انتيريور الاثنين واحد. مين؟ مين الانتيريور ليك؟ طبعا البيز اوف ذا رينال بلدر. السلام عليكم. كيف حالك دكتور سعيد؟ الحمد لله. انا عارف بس هو طلب نصب ليا ولا ليه؟ انا على فكره لا هو انا عشان اخش معاكم بكره انا اصلا تمرنت البيشنت 6 في 7 فازايكال فاشل اللي هي الفاشل اللي بالفرنساوي الشهير اللي اسمها دونون بييه فاشل. ماشي؟ فدايما بتحفظ السيمينال فيسكلز لاترال والامبولا اوف ذا باس ميديال قدامك دورينال بلدر وراك الدونون بييه فاشيا اللي تفصلك عن الريكت عن النار. ماشي؟ نكمل بقى الايجاكولات بتاعتك ده ابتدى فين بالظبط؟ طبعا ده ابتدى نتيجه زي ما اتفقنا يونيون between duct of seminal vesicle and ambulla of the body. فين بقى بالظبط؟
بتكون just behind the neck of the ladder. Just behind the neck of the ladder. التو شكل ده هيروح يخترق بقى مين؟ بيرسنج ال بيرسنج البروستيت وبيمشوا في البروستيت كلوز ريتد لبعض داون اند فورورد. قصدين مين عشان يفتح فيه؟ البوستيرو وول اوف ذا بروستاتيك يوريثرا. فاكرين البوستيرو وول اوف ذا بروستاتيك يوريثرا؟ البوستيرو وول اوف ذا بروستاتيك يوريثرا اللي كان فيه ثلاث فروم، واحد في النص بتاع مين؟ بروستاتيك يوتريكل، وعلى يمينه وشماله الاوبننج اوف ايجاكيولاتوري داكت. طبعا كان في مليونير بقى اليوريثرا كريست والحاجات دي. ده منظر برضه معفن قوي بس الابيض الاسود بقى لليونير بلر والجماعه اللي وراها. لاترالي الكويل ده هي اللي هي السيمينال فيزيكلز، وميديا اللي هي الحته الواسعه دي اسمها امبولا اوف ذا راس، واتحدهم الاثنين behind the neck of the renal. وطبعا بقى اللي شايفه تحت دي بقى مين؟ موضوعنا اللي جاي اللي هو البروستيت. البروستيت ده يا جماعه دي عباره عن ايه؟ الصراحه الكلام اللي فات ده كله كان مقدمه. وكده هو يعني كلام كده هو يعني ايه؟ للميجنتال سيستم كده هو. بس احنا موضوعنا الاساسي النهارده هو الايه؟ البروستيت. ليه البروستيت يا جماعه كموضوع ان جنرال في الطب مهم، سواء كان اناتومي فيسيولوجي باثولوجي اي حاجه. الكارسينوما اوف ذا بروستيت از ذا كومنست كارسينوما ان ميل في الناس العواجيز فوق سن 65 سنه. واحد بيقعد يسمع في التليفون جاله كارسينوما وهو فوق سن 65 سنه، كارسينوما فوق سن 65 تقول له كده على طول دي بروستيت. دي الكومنست كارسينوما في الرجال في الناس اللي عاوزين فوق سن 65. نبص يا جماعه البروستيت دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن فايبر ماسكل. وانتوا عارفين هي جلاند بتفرز حاجات، يبقى جلاند. فهي كتلة من الفايبرس تيشو والسموس ماسل والاسيناي. نبص بقى ايه الفايبرو ماسكول جلاندولار ستراكشر دوت زي ما احنا عارفين مكانها فين؟ جاست بيلو ذا بلادر نيك. فاكرين دي كانت مين؟ برافو عليكم، ده منظر اليونير بلادر. صح؟ اقلب كده يبقى ده منظر البروستيت. البروستيت يا جماعه كونيكال ان شيب او فور سايدد بيراميدال ستراكشر. اي بيراميد في الدنيا عايزين له بيز، هنا البيز سوبيرو لفوق محوطك البلدر نيك والايبكس داون على البلفيك فاشيا. البلفيك فاشيا اللي هي موضوعنا بتاع المحاضره الثانيه اللي هناخدها كمان ساعتين ثلاثه، اللي هي البلفيك فاشيا اللي تفصلك عن الديب برينيال باوتش. ماشي؟ البروستيت هنا يا جماعه اهي بالمنظر ده اول كونيكال ان شيب، البيس بتاعها عبر الايبكس داون وبتكون جاست بيلو ذا بلادر نيك. يا ترى ليها كام سيرفس؟ اي عامله كده؟ ليها انتيو سيرفس وليها بوستيرو سيرفس. وايه مين كده صايعين؟ هنا كده وهنا كده مايلين. يعني هم باصين لاترالي يعني هم بس كمان باصين انفيريوري. عشان كده التو سيرفسز دول اسمهم انفرو لاترال سيرفسز. فهي كده كونيكال او بيراميدال ستراكشر، البيز ابورد ايبكس داونورد انتيرو بوستيرو سيرفس تو انفرو لاترال. نبص بقى يا جماعه اليورينال بلر دي بقى اهي وتحتيها ايه البروستيت على طول.
تفتح الريزد العظمه دي اللي هي مين؟ السيمس ديوبس والبوديوم زبيرو كورنا والكبسول بتاعتها الكبسول بتاعت البروستيت بتكون كونكتد للباك زبيرو كورنا بليجمنت من البروستيت للبيوم يبقى اسمه بيوبو بروستاتيك ليجمنت تكون طالع من هنا ومتشرة دي كده هي دي مصر طبعا لفة جزء من الليبيتو رينال بس دي زيادة من هنا قدام كده على طول على البيوم بون البيوم بروستاتيك ليجمنت فانت انتيرو ليج في عندك البيوم بروستاتيك ليجمنت والسيمس لوبس والبيوم بون طبعا بوستيريوري سهلة قوي بوستيريوري زي السيمن فيزيكلز والانبولا اوتوباز هي الدونال فيليه فاشيا اللي هي ريتروسايتل اللي بتفصلك عن الامبولا او زرع الطعم. طب التو انفرونترال سيرفيس دول نايمين على مين؟ خدتهم دي في الويترو ريناين. مش خدتوا ان في فايبرز اسمها بيوبو بروستاتي او بيوبو بروستاتيك ايه فايبرز؟ فطبعا يا جماعه ريليتد لان جزء من الليفيتو ريناين اللي محوط البروستيت اللي هي الفايبرز اللي انا سامعها دي. جزء من الليفيتو ريناين التو انفرونترال سيرفيس. البيس بتاعها فوق ايه؟ محاوطة دولار بس الايبكس بتاعها مش زي ما انت متصور الايبكس جاست انتيرولي جاست انتيرولي طلع لك ال يوريسرا اليوريسرا بتطلع على الايبكس بالظبط بتطلع جاست ان فرونت اوف ذا ايبكس اوف ذا بروستيت هي عموما اليوريسرا يا جماعه بتكون ماشيه امسك البروستيت كده قسمها تلت قدام وتلتين ورا واللي يوريسا بتكون ماشيه في النص ما بين الانتيرو سيرف والبوستيرو سيرف تو سيرف اوف ذا بروستاتيك ماس المعلومات المتقيمه في الاناتومي البروستيت اخترقها كام دكت طبعا الاخ ده اللي هو مين؟ البروستاتيك يوريسا ومين تاني؟ الاثنين اللي جاي لك من ورا عشان يفتحوا في البروستاتيك يوريسا اللي هو مين؟ التو ايجاكيولاتوري دكتس نتج عن ذلك بقى منظر الجميل ده هو طبعا ده منظر على فكره البوستير وول اوف ذا اوريسرا والاوبننج اوف ذا بروستاتيك كيوتيكلز والتو جابيتو باك فاكرين هون ايه الرسمه اللي احنا كنا خدناها في اوريسرا بص بقى في الكات سيكشن ده بقى ده كات سيكشن في اوريسرا والبوستير المحيطه بيه دي البروستيت الخضراء دي واليوريسرا هي الكبيره دي اللي فاتحه الاول اللي في النص وفي نوع البروستيت كورتيكلز والبروستيت كورتيكلز طبعا احنا كنا اتفقنا زمان ان هو امبريولوجيكال دايما بيدي في الستات اليوترس لكن في الرجال طبعا احنا ما عندناش يوترس فردمنتري عاملين لك الباوتش الصغنطوط دوت اللي حتى ما بيتشافش ويعمل مرات ودول التوجه اللي جاي لك من ورا عشان يفتحوا على جوانب البروستاتيك كونتريكلز ماشي توهموا زمان ان البروستات هي متقسمه الى لوبس بس هي اكشوالي متقسمه هيستولوجيكال الى فور هيستولوجيكال زونز لما تيجي كده تعمل هيستولوجي تلاقي الجزء ده اللي قدام اليوريسا ده كله عباره عن فايبرس تيشو معظمه يعني 99% فايبرس تيشو ومصل لاير فعلى الحته دي تبقى ايه؟ انتيرو فايبرو ماسكولار زون انتيرو فايبرو ماسكولار زون طبعا ليه؟ بصوا بقى على بقيه الجلاند لقوها بقى عباره عن الفيولاي والاسيناي وطالع منها باكس. قال لك الاسيناي اللي حوالين اليوريسرا تبقى اسمها ايه؟ حول اليوريسرا بيري يوريسرال زون. في البريفري هنا بوستيرولي
لو في بيريفرال زون. طب في النصرة هيبقى في ايه؟ هنا حوالين الريسرا بيري وريسرا، وهنا في بريفري بريفرال زون. يبقى في النص اللي في النص يا جماعة يبقى اسمها سنترال زون. فدول الأربع مناطق هيستولوجيكالي بتوع البروستيت. باينة حلوة من الهواء انتيرو فايبر ماسكولا، بعدين بيري وريسرا بريفرال، وفي النص سنترال. بقول لك ايه بقى؟ ايه اهمية الكلام ده؟ ليه اهمية ولا طز؟ البيري يوريسترال زون، البيري يوريسترال زون دي اللي ممكن يحصل فيها بيناين تيومر. البيري يوريسترال زون دي اللي يحصل فيها بيناين تيومر اسمه بيناين بروستاتيك هايبربليزيا. المرض الشهير اللي بيطلق عليه عامة تضخم في البروستات. وده فيري فيري كومن الناس العواجيز، يبتدي كده هو حنين كده خفيف خفيف من سن ال 40 50 سنه، ويقعد بقى يزيد في الاعراض بتاعته لحد ما يبان بقى كلينيكالي على سن الستينات والسبعينات والحاجات دي. فدي يا جماعه على فكره الانر زون دي او المنطقه دي اللي حوالين اليوريسترا بيوريسترا زون اسمها ادينوميتا زون. بيحصل فيها الادينوما اللي هي بناين بوستيكال بيز. بينما دول بقى للاسف اللي هم مين؟ البريفرال زون دي الكارسينوميتا زون. يعني بيطلع فيها ايه؟ الكارسينوما اوف ذا بروستيت. ماشي؟ في البناين بروستيت هايبربليزيا بقى غلطتنا البناين بروستيت هايبربليزيا ليه؟ ليه غلطتنا؟ لو تخش المنظار في اليوريزم نكبر كده المنظر هنا اهو احسن. لو انا دخلت المنظار هنا اهو ماشي؟ دي هي الادينوما بتاعت اللي بيطلع منها البناين بروستاتيك هايبربليزيا. لو كبر الاسنان البناين تيومر طلع من هنا على الجنب ده مش بيزق الميكوزا بتاعت اليوريسرا، وتشوف انت كده بلجنج زي ده. طب لو البناين تيومر واخد دي كمان، البناين تيومر حصل اهو في البيري يوريسرا زون، راح زي الميكوزا في اليوريسرا راح عامل بلج هنا اهو. فانت كده لو بصيت بتبص هنا انت في النص بالمنظار لقيت في نوديول على الناحيه اليمين ونوديول على الناحيه الشمال. تعاينين تانيين بقى يحصل بناين بروستاتيك هايبربليزيا في الاسينايل هنا اهو اللي في النص في الميدل لاين، تروح زقه الميكوزا في اليوريسرا وتروح عامل بلج هنا اهو كده. فطبعا ملايين الحالات عندهم بناين بروستاتيك هايبربليزيا، وبنبص في المنظار نلاقي الديول جايه من اليمين او من الشمال او من الديول في النص. فتوهموا الدكاتره ان البروستات دي متقسمه الى لوبس. قال لك العجينات دول اللي جايبين الديول دي ودي دول تو لاتر لوبس، واللي بيكبر في النص ده من اسمه ميديان او ميدل لوب. فهم بقيت البروستات فين؟ قال لك اللي قدام تبقى انتيرو لوب، واللي ورا خالص تبقى بوستيرو لوب. بس دون ده ترديشن على فكره تقسيمه البروستات. بس انت فعلا لو رحت ماسك بروستات كده بتاع واحد شاب زيك ومسكتها وبص عليها يا عم فين الديولز ولا اللوبس اللي هم بيقولوا عليها دي؟ لا متقسمه ولا الديولز ولا لوبس ولا حاجه خالص. لا في عندك لا ميدل لوب ولا لاترال لوب ولا حاجه خالص. فالتقسيمة التراديشنال دي التقسيمة التراديشنال دي يا جماعة دي المفروض يعني هي مشهورة قوي، وأقول لك إيه بنايم بوزيشن كارب اللي بتحصل في الميديا وتقول لك ترى نفسه بتاعها. لا هي اكشوالي دي هيستولوجيكال زونز وبتطلع من البيري يوريسرا اسينوم. يا ترى البروستيت هنا يا جماعه ايه الارتيريا سبلاي بتاعها؟ عند البلاد بريم بدل عند البلاد بريم يبقى الارتيريا سبلاي انفيرو فازايتا وراك الريكتا يبقى ميدل ريكتال. فاهم يا جماعه؟ هي بتاخد من الادجيسنت ايه استراكشرز، وهي البلاد تاخد من الفيو فازايتا وراها ريكتا، وتاخد من ميدل ريكتال.
الفينوس رينج، المهم اعمل فينوس رينج ده حوالين البروستيت. حوالين البروستيت دلوقتي عايزين نعرف ثلاث حاجات مهمين قوي. اللي راسم البروستيت دي ومديها الكيان بتاعها الخط ده كلام يبقى اسمه ايه؟ ترو فايبرس كبسول، ماشي. الترو فايبرس كبسول دي محاطه بالبروستاتيك فينوس بليسس، والبروستاتيك فينوس بليسس محاط بكوندنسيشن اوف بلفيك فاشيا. كوندنسيشن اوف بلفيك فاشيا ده منظر الانف الطبيعي اللي هي الازرق ده اللي جوه ده اللي هي الترو كبسول، والبني دون ده اللي هو بروستاتيك شيس، ده عباره عن كوندنسيشن اوف بيلفيك فاشيا. عمل لك اهو البروستاتيك شيس البني ده اهو. بين الاثنين في الفينوس بليكس ده اللي اسمه البروستاتيك فينوس بليكس، ودول على فكره باين هنا اللي من سلاسل بقول لك عليهم. البروستاتيك شيس اللي هو كوندنسيشن اوف بيلفيك فاشيا متصل بالباك اوف ذا بودي اوف ذا بيوت بون باك البيوبو بروستاتيك ليجامنتس، ماشي. على فكره دول بروستاتيك ليجامنت دول الاثنين ثابتين البروستيت واليورينا بلر ف المكان بتاعها، وبرضه اليورينا بلر متثبته في المكان بتاعها هي البروستيت باليوريزم. على فكره في عيان يحصل له حادثه تيجي تعمل له بي ار، لا في لا بروستيت ولا في بلر محسوسين بالبي ار، راحوا فين؟ يعمل اشعه تلاقيهم نطوا فوق، نطوا فوق ده ايه اللي حصل؟ فراكشر بيلز قطع اليو بروستاتيك ليجامنت بوز، مش مشكلته بس كمان قطع لك مين يا اخ؟ رابشر يوريسرا. على فكره لو حصل فراكشر بيلز واتقطع اليو بروستاتيك ليجامنت ورابشر يوريسرا البلر والبروستات دي هتبص تلاقيهم هنا اهو عند البرومونتري في سكر مثلا. نوصل يا جماعه اذا البروستيت ليها تو كبسول، ترو فايبرس كبسول وبروستاتيك شيس المحيط بيها. اهم حاجه بقى اللي ما بينهم ده البروستاتيك فينوس بليكسس ده دريننج ايه؟ اكيد دريننج البروستيت صح. بص بقى الاهميه الكلينيكال امبورتنس ده دي في منتهى الاهميه. بص يا سيدي بقى البروستاتيك فينوس بليكسس بيستقبل كمان فينوس درينج مان الديب دورسال فين وبينس. الديب دورسال فين ده اللي دريننج للاكتايل تيشو وبينس. احنا عرفنا النهارده البينس معناه الاكتايل تيشو، الدرينج بتاعها هو مين ده الديب دورسال فين وبينس. يلا بالمره عشان دي هنحتاجها. بص بيعدي ازاي يخش جوه البيبس، بيعدي جوه البيبس ما بين في الخرم ده اللي ما بين البرينيال ممبرين والبيوب بون. البيوب بون اهي وسيفس بوبس وده البرينيال ممبرين، دول داخلين هنا كده في الخرم ده عشان اصب في البروستاتيك فينوس بليكس. استفدت ايه يعني ان شاء الله؟ والبروستات كبرت يا رجاله يبقى البروستاتيك فينوس بليكس ده هيحصل فيه ايه؟ كومبريشن. يبقى الدم اللي جاي من البينز هيجي صب هنا هيصب حلو، الدم هيقف، الدم هيقف في البينز يا رجاله تساوي ايه؟ كونتينوس اريكشن. وتسمع بقى من بابا وماما في البيت وهم بيسالوا كده الراجل مجنون ابن المجنون سنه 85 سنه ومصمم يتجوز بنت سنه 18 سنه. انت بقى مش هتقعد تسال معاهم، انت دكتور تقول لهم وديه الدكتور مسالك هتلاقي عنده جنان بروستات جاي من ليزيا يعالجها له مش هيتجوز بعد كده خالص. فطبعا يا جماعه مسؤول عن حاجه اسمها sexual symptoms of benign prostatic hyperplasia. sexual symptoms واحد سنه 75 و80 وحاجات كده اهون وعنده continuous erection يقول لك ده انا رجعت شباب بقيت جامد قوي 18 سنه. تقول طب واحده سنها 40 ابدا 18 هو يروح بس الدكتور
مسالك وهي عليك الجراند مستر جاب بريزيا وريليف الكومبريشن تقول له جبنا لك 10 6 18 سنه يقول لك خلاص دي كانت ناس بورا بنع الحيط بقى ورجع ده يا جماعه السيت شوت سيمبتومز وجراند مستر جاب بريزيا شفت عملت مستر جاب بريزيا لسه يستقبل بروستاتيك فينس بيكسل ده فينس فينس رينج من اللور بارت اوف زيرين نظر والترايبون ففي بعض دواء الفينس من الترايبون واللور بارت اوف زيرين لازم تصب نهاوة اما يحصل بناين بروستاتيك هابا بيزيا وكونفريشن عن بروستاتيك فينس بلكسس هيحصل ايه في الفينس ده الفينس بريشر هيعلى ويحصل فيها دايليتيشن والالوجيشن مش واصل وفي المنظار ما انت بتعمل منظار وتبص في العيان ده هتلاقي في باريكوز فين في الترايبون بيتقال عليها بلادر فيريسز فيريسز زي اللي فوق بالظبط ممكن في اي وقت رابشر ينتج عن ذلك ايه؟ هيماتوريا فلو واحد عنده جراند بروستاتيك هيبوبليزيا وجاب بلاد هيماتوريا ده معناها ان حصل رابتشر اوف بلادر فيريسز اخطر بقى من الفتة كله ايه؟ مع الاسف والالم البروستاتيك فينس بلكسس بيستقبل فالفلس فينس ما فيهاش فالف منين بقى يا عمور؟ من السراوندنج بونز كلهم مين السراوندنج بونز اللي حوالين البروستاتيك؟ طبعا الهيب بون والورق والسكر وكمان الابر بارت اوف فيما فالفلس فينز رايحه تصب هنا فالفلس فينز يعني ده ماشي كده ولا ماشي كده هو العادي ان كل دول بيصبوا في البروستاتيك فينس بليكس بس لو انا حزقت جامد قوي هيحصل ريفرسال اوف فينس ريتيرن في واحد عادي مش مشكل بس ايه رايك بقى في واحد عنده كارسينوما اوف ذا بروستيت كارسينوما اوف ذا بروستيت يعني البروستيت كبرت على الكام وما البروستيت كبرت عملت في اليوريثرا اللي في النص كومبريس اليوريثرا وبقى العيان دون بيعدي البول اجينست اوبستراكشن وعشان عندي البول اجينست اوبستراكشن بضطر احسب جامد بيحسب جامد بيعدي البول وبرافو عليك عملت ريفرسال بلاد فلو من البروستيت للسراوندنج بونز حامله المالجنت سيلز عشان كده مشهور قوي ذا كومنست سورس فور بون ميتاستاسيس از كارسينوما اوف ذا بروستيت يعني الله يرحمه لسه في واحد صاحبي على فكره مات في كده دايما من كام سنه ده فجاه لا ظهره بيوجع عمل انفستيجيشن لقى فيه اوستيوليتيك ماس يعني ماس وقت العظم في اللمبر فيرتبري والابر بارت اوف السيرك يدوروا على المالينانسي فين انا طبعا قلت له في التليفون يا لازم هتطلع يا بروستيت يا بروستيت السنه بتاعي ده وفعلا طلعت في الاخر بعد قلب وبعد انفستيجيشن انها مالينانت ماس ما تجيش قد كده عملت فيري ايرلي ديسيميشن ماشي نبص يا جماعه العينين دول خلاص يا معز نبص يا جماعه المفروض اذا البروستاتيك فينس بلكسس ده كلينيكال مهم جدا بيعمل سيكشوال سيمبتومز اللي هو كونتينوس ريتشر في جراند بروستاتيك هايبرفيزيا يعمل لك بلادر فيرس حالات جراند بروستاتيك هايبرفيزيا وهيماتوريا ويعمل لك البون ميتاستاسيز اللي في السراوندنج بونز. البروستيت هنا يا جماعه كانوا زمان العمليه بتاعتها صعبه قوي 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 كنت بص كده بيحصل ايه؟ اللارجمنت اوف ذا بروستيت اللارجمنت هنا اوف ذا بروستيت وعامله كومبريشن كده ورا الجسم وعامله لور جراند فات اوبستراكشن وهنعمل عمليه بقى كنا زمان فتح بطن وشغل بقى في عمق البلبس وعمليه صعبه وده يعمل البروستاتيكتوم يا واقول لك بقى عندنا النهارده في لسته في بروستاتيكتوم النهارده يا جماعه ربنا يستر
دلوقتي يا جماعه بقت عمليه البروستاتيكتومي ماينور اوبريشن اسهل من التونسيلكتومي. بتعمل ازاي؟ احنا في عندنا مناظير منظر انا هون دخلت في اليوريثرا وشفت الماس اللي عامله بروجن هون وعامله استراكشر، وهي في مشكله بالمنظار اقدر اخش اكحت كل الجزء اللي عامله الاستراكشر دوت. السكه اتفتحت والعدة رجع زي الفل. فطبعا دلوقتي اندوسكوبيك بروستاتيكتومي خلفي عمليه ماينور ولا التونسيل. وبيني وبينكم هي العمليه مش عمليه بروستاتيكتومي دلوقتي. لان انا في الاول انا دخلت المنظار لقيت الاوبستراكتنج ليجن رحت شايل. هي اكشولي ادينيكتومي. شلت الادينوم وسبت بقيه البروستات سليمة. وكل انت تسيب بقيه البروستات سليمه وما عملتش انجوري لليوريثرا ده بينه وبينك يخلي السكشوال فانكشن بعد العمليه طبيعي خالص خالص. ما فيهاش اي ديستربنس. بعكس عمليه البروستات بتاعت زمان دي كانت عمليه انفيزف وبنقطع فيها تيشو كتير وبعمل ديستربنس للاوتونوميك نير فايبرز اللي رايحه تغذي البينس وكانت تمنع الاريكشن بعد كده مشاكل كثيره جدا. الكلام دلوقتي كله مش موجود. ماشي. الليمفاتيك درينج اللي هو طبعا الليمفاتيك سبريد بتاع الكارسينوما رايح لفين؟ بتهيألي يا جماعه زيها زي البلدر. ما هما الاثنين في البلدس. هما الاثنين في البلدس وكلهم دريند فين؟ برافو عليك بالانترنال ايلياك ليمف نودز. وكمل السكه بقى بعد كده اول للكومن ايلياك والبارا اورتك وانت عارف السكه طبعا بقى بتاعت ال بيركاوز جلاند عن طريق طبعا الستانكالاي والسراسك بقى. بس في على فكره بعض الليمفاتكس قليله قوي بتروح كمان للاكسترنال ايلياك ليمف نودز. الابلايد اناتومي بقى عايزين نفرق كده فرق سريع عشان نكون ما قلناش حاجه. طبعا الرانك بوسيت هايبر بليزيا دي الخطوره بتاعتها انها بتاثر على 50% من الرجاله فوق سن 50 سنه. طبعا مفيش على فكره مرض في الدنيا يوصل لدرجات 50% فده ممكن مثلا يبقى الموست بوبيلر ديزيز اللي بيحصل في الرجاله فوق سن 50 سنه. ف 50% طبعا دي نسبه فظيعه. يعني تصور مثلا لو في مليون واحد في المدينه الفلانيه فوق سن ال 50 يعني فوق نصهم نص مليون فيهم الحكايه دي. فطبعا ده نسبه جامده جدا. زي طبعا اتفقنا الكارسينوما اوف ذا بروستيت الكومنس كارسون فوق سن 85 سنه. في حاجه فاني بقى قوي الكارسون اوف ذا بروستيت بتاثر على 80% من الرجاله فوق سن 80 سنه. فلوس زي ما كل الناس كانت تموت بيها. يعني انا بيني وبينك اي حد فوق 80 سنه اقول له اقطع الدراع في مكان عندك كارسينوما في البروستيت. يقول لك بشر انا زي الفل. الحمد لله ان انت لسه زي الفل لانك بتكون في معظم الاحوال مايكروسكوبيك. مايكروسكوبيك مالجنسي مأثر على 80% من الرجاله. وغالبا العيان بيموت قبل ما يحصل له المانيفستيشن بتاعتها. لو قدر الله انه هو يعيش هتبان فيه. ماشي؟ خد بالك مايكروسكوبيك تقريبا بتاثر على 80% من الرجاله فوق سن ال 80 سنه. طبعا احنا خدنا الفايبر ماسكلا زون والهيستولوجيكال زون والاندوسكوبيك كبيرة ده هون. طبعا هي صعوبة البروستيت يا جماعة في كل أمراضها سواء كان بناين تيومر اللي هي بناين بروستيت هايبر بليزيا أو سواء كانت الكارسينوما او سواء كنت لو انت قليل الادب. قليل الادب يعني ايه؟ العقاب الالهي بتاع قله الادب. الزنا مع البروستيتيوتس هيجي لك منها بس يوروسترايتس. واليوروسترايتس يا جماعه فالمينيتنج زي الصاروخ تروح ضربه بروستاتايتس. وانت وانس جالك بروستاتايتس ابقى قابلني لو خلفت بعد كده. البروستاتايتس على فكره انفكشن صعب جدا علاجه. ومهما خدت انتي بايوتكس ومهما عملت ومهما حصل وطبعا في وجود الانفكشن السبيرمز كلها السكريشنز بتاعت البروستات تكون طبعا مضره
بتموت كل السبيرمز ويكون عندك حاجه اسمها نيكروسبيرميا. فعلى فكره سواء كان بروستايتس تضخم بالالتهابات او سواء كان بناين كابوليزي او كارسينوما الثلاثه بريزنتنج مني بايه؟ فعصيني عيني ومبططين الاوريثرا في النص. فالبني ادم بيتبول اجينس وبستراكشر والعام دايما بيكون عنده difficulty in maturation. ماشي؟ طبعا الوسيلة تقدر تحسها ولا لا؟ طبعا الوسيلة يا جماعة تقدر تحسها بمنتهى السهولة بس مش من فوق من تحت. مش احنا لسه واخدين ورا الوسيلة ايه؟ الركب. حط صباعك بس دي ار واقعد حس ده واتفرج ايه؟ على الوسيلة اللارجن هارد سوفت الميديان سالكس اوبريتد ولا لا وما الى ذلك. ومناسبة مين سالكس الاوبريتد الدواء بص كده واحنا بنبص على البروستيت من ورا بصة كده خلفية على البروستيت ده اللي احنا كنا متوهمينه زمان يعني اللاترال لوب اليمين والشمال بيتقابلوا في الميدل لاين. بص يا جماعه في النص ما بين اللاترال لوب اليمين والشمال فينا زي ما تقول سالكس ميديان سالكس. الميديان سالكس ده في النص بتاعه في حته اللي اسمها البوستيرو لوب. بوستيرو لوب. فلو حصل بناين بروسيس كابابيزيا اللي هو بيكبر كان زمان يعني يقول لك بيكبر كل اللاترال لوبس. بيحصل بلج هنا كده. الميديان سالكس كان يزيد ولا يقل وانت بتحس بالبي ار؟ يبقى اكزاجريت. طب لو حصل كارسينوما اللي هي بتحصل في البوستيرو لوب يحصل ايه السالكس ده؟ يختفي يحصل له اوبريتريشن. فبالبي ار اكزامينيشن الميديان سالكس ده حسن. لو بريزيرف ولسه موجود يبقى اللي في العمق ما فيهوش حاجه. اللي هو البوستيرو لوب يبقى الحمد لله دي حاجه بنايه. لكن لو الميديان سالكس ده اوبريتيتد يبقى اللي جوه فيه تيومر وللاسف اللي بيطلع من البوستيرو لوب هو الكالسيوم. فالميديان سالكس على فكره في منتهى الاهميه. احسن انفستيجيشن للبروستيت تتفرج عليها احسن من الاناتومي. تصدق بقى وتعمل ايه؟ تتفرج عليها احسن من الاناتومي. يعني لو طلعت كده بروستيت من جثه وحطيتها قدامك اقول لك الالترا ساوند هيبقى احسن من المنظر ده. بس الالترا ساوند بقى ده جاي منين؟ او طبعا الناس العاديه بتعمله من هنا. مش كده. اقرب الترا ساوند يجي لك بروب من تحت. بروب من تحت منين؟ بروب من تحت. دي احسن واحدة. من هنا. ترانسيوريسرال الترا ساوند. انت الترا ساوند طالع من جوه البروستيت من البروستيت جريست. طبعا دي عشان حد يكون خبير فيها دي صعبه قوي. دي للاسف. ترانس ريكتال الترا ساوند. والترانس ريكتال الترا ساوند دي برضه هتبين لك منظر حلو قوي للبروستيت. وانت بتبص الحته دي انا مش مطمن لها. لا مش مطمن لها بقى بالالترا ساوند. اروح داخل بابره وشافت من الحته اللي انا مش مطمن لها تاني. هي دي البايوبس بتاعت البروستيت. ترانس ريكتال الترا ساوند جايدد بايوبس. ماشي. دي معظم بقى الحاجات اللي هي كلينيكالي وابلايد تهمنا جدا جدا في البنايم بوسيلا كابابليزيا. طبعا في انفستيجيشن احنا كنا خدناها في اليورين تراك ان انا ممكن اصور اليورين بلادر باليوريسما بالاشعه اسمها ايه؟ ديسندنج او اسندنج. ايه؟ هي طبعا لو جايه من فوق تبقى الايه؟ ديسندنج او اسندنج بايلوجرافي. بس انا طبعا مش هوصلها للكلمه دي يعني مش هتفرق معايا. انا ممكن اعمل اسندنج او ديسندنج سيستوغرافي. هتصورني وانا بضرب يبان لي البلش بتاع الايه؟ البروستيت.
ماشي. ده جماعة بالنسبة للبروستيت، وطبعا دي أهم حاجة في الميل جينيتال سيستم. نظرا إن فيها بينارنس هناك هابابليزيا بتأثر على نص الرجالة فوق 50، والكارسينوما اللي احنا خدنا إنها كومنست كارسينوما فوق سن 65، وبتأثر على 80% من الرجالة مايكروسكوبيكالي فوق سن 80. فإيه الإنسيدنس بتاع البلاوي السوداء دي؟ عشان كده الواحد في سننا كده يقول دايما أنا من الحاجات اللي أنا بستعيذ فيها في الحرم اللهم أنا أعوذ بك من أمراض البروستيت. لأن شبه جاية جاية. مين ابن المحظوظ ده اللي يفقد من 50% بتاعة البنان بصورة كده بابليزيا؟ وروح خايف نافل من 80% بتاعة الكارسينوما فوق سن 80. فده يعني يبقى عايزة توفيق من الله عز وجل. أي تساؤلات؟ إن شاء الله أول ما الهستولوجي يخلصوا تتصلوا بيا عشان عندنا موقعة شديدة الوطيس أشد من الموقعة دي.